كلمات مثل جمال الطبيعة وسحرها قد لا تفي المشهد حقه، بل ربما تستنقص من هذه الصورة الخلابة الأخاذة للعقول. المرج، تلك المدينة الوادعة في الجبل الأخضر، تحتضن هذه المناطق الواسعة التي تكتسي باللون الأخضر مطلع الربيع. دعاوى كثيرة يطلقها أبناء المدينة والمهتمون بالمناطق السياحية لتنشيط السياحة الداخلية والتعريف بالمنطقة وجمالها الساحر. الكاميرا تلتقط بعض الصور، شمس متكسرة على عشب، زهرة تهزها الرياح، أو نحلات يمارسن عملهن اليومي بلا أي تكاسل. كلها مشاهد اعتادت العين رؤيتها في قنوات الطبيعة وأماكن خارج ليبيا، لكن هذا المشهد الساحر يكشف أن ليبيا تحتوي كنوزا كثيرة ما زالت تنتظر من يزيح عنها النقاب ويكشف بدعتها وإبهارها.